اخر سؤال هي حاجه نوستالجيا شويه. انا كنت عايز اسال حضرتك ايه ذكرياتك مع الزمالك في بطولات افريقيا؟ انا لعبت مع الزمالك, خدت ميداليه, خدت 96 افريقيا, 96 شوتينج ستارز, و97 الافرو اللي هو سوبر بتاع المقاولين كان بنتيات, 98 افرو اسيوي, ولعبت لحد تقريبا دور الثمانيه في ابطال الكؤوس 2000. طيب ايه الرساله اللي حضرتك توجهها للفريق دلوقتي؟ فريق الزمالك, لا هو يعني بص يعني انت بتمشي في الاخر, انا بوجه الكلام ده لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك, لازم لعيبه الاهلي والزمالك تبقى عارفه قيمه الناديين دول كويس قوي. انت بتمشي لحد النهارده مثلا, انا في اتحاد الكوره اهو بيتقال عليك احمد عبد الله بتاع نادي الزمالك, ما بيتقالش احمد عبد الله حاجه ثاني, هو احمد عبد الله بتاع نادي الزمالك, اللي بيمشي في الشارع ده احمد, ده فلان الفلاني بتاع النادي الاهلي. فالناديين دول كبار قوي قوي قوي, لازم الناس تبقى عارفه قيمتهم. انت بتمشي في اي حته, فلا والله انا بتكلم على الوطن العربي, بتمشي معروف ان ده فلان اللي كان بيلعب في الزمالك وفلان اللي كان بيلعب في الاهلي, فالناس لازم تبقى عارفه قدر شعبيه وجماهيريه نادي الزمالك وقيمتهم. الاهلي والزمالك عاملين ازاي, فلازم تبقى انت عارف القيمه بتاعتهم. فانا بالنسبه لي يعني بقول للعيبه ان انت لازم تبقوا عارفين ان انتوا النهارده في احلى سنين عمركم, كل حاجه بتكسبوها بتتضاف لتاريخكم, تاريخ اولادكم النهارده من بعديكم, والتاريخ النادي اللي انتوا بتلعبوا فيه. فيعني انا شايف ان انت كل ما يبقى عندك فرصه ان انت تكسب بطوله اكسب, حاول تكسب البطوله بجد على قد ما تقدر, حاول ان انت تبقى فاهم ان دول 10 12 سنه بتلعبهم ودي شغلتك اللي انت بتحبها, فحاول تطلع فيهم اقصى حاجه تقدر عليها, لان هو ده اللي بتعيش عليه بعد كده. انت عملت ايه ولعبت فين وايه البطولات اللي خدتها بتفرق معاك جدا بعد كده. انا عايز ذكرى تكون سعيده جدا في نهائي افريقيا, هتكون دي بالنسبه لك الحدث اللي انت حصل معاك, حاسس ان هو دي الذكرى اللي بتجي لك كل ما افتكر كده نهائي افريقيا؟ كل ما بيجي لا بص يا حد نهائي افريقيا, لا طبعا يعني اولا انا ما كنتش لعبت, انا كنت متايد ودخلت ماتشين, دخلت في قائمه ما لعبتش ولا ماتش وخدت ميداليه, لعلمك انا كنت فرحان جدا بالميداليه بس زعلان جدا ان انا ما لعبتش, دي حاجه تانية. بس ما انا مش قادر اقول لك حاجه على افريقيا خالص لان انا ما لعبتش فيها بصراحه, انا كنت مع الفريق بس. طيب ذكرى ليك مع تعالى بحازم امام, خصوصا ان انتوا كنتوا فريق او ثنائي الدرب من ايام الصيد؟ لا مع حازم ده اخويا, يعني حازم ده اخويا الصغير يعني, هو يعني مش اخويا بس ده اخويا يعني بص احنا انا مع حازم نادي الصيد من احنا عندنا 8 سنين وبعدين لحد ما طلعنا كنا في نادي الزمالك مع بعض في المنتخب مع بعض في نفس الاوضه, وبعد كده احنا مع بعض لحد النهارده شركاء يعني, عندنا شركه انا وهو يعني, فاحنا اخوات يعني, نعرف بعض من 40 سنه مثلا ولا 38 سنه, فاقول له ايه, اقول له خف شويه.